لا تطلعني. ايه يلا خليك وراي. وراك ظلك. السلام عليكم. هلا ابو عثمان حياك الله تفضل. دام فضلك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. ادري انا هاليومين ريولي خافة على المخافر، لكن انا اليوم جاي اقدم شكوى. افا ابو عثمان عسى ما شر، ليش؟ الشر ما يجيك. دخل علينا حرامي البيت واخذ القش كله، ما خلى شيء، اللوحات الانتيكات باق الاولي والتالي. انا مو حارني الا قطعه البخور شاريها بغلى الاثمان. اي والله بغلى الاثمان، بلاف الدنانير اللي حاطه عند المدخل، تذكرها سالم؟ اي نعم، طال عمرك. هي حتى هي نادره. اي والله نادره. ابو عثمان انت شاك بحد بالبيت مثلا، ولا عندك شخص معين شاك فيه؟ واحد ماكو غيره، دخل علينا وشال الكاميرات اللي في البيت كلها، اكيد بيشتغل الموقف. ولا شو تقول يا سالم؟ هو الوحيد اللي شال الكاميرات، ماكو غيره. تاخرتوا وخالي كنت بحذر. شو نسوي يا خالي؟ لازم نقدم شكوى بعد، خلي القانون ياخذ مجراه. ايه ادري خالي، بس اشو ان احنا كنا بالشاليه مو بالبيت. عمي لازم ترد الحراسه. ايه بس هالمره شوف لي شركه سنعة، ما ابي مثل هالاشكال اللي ما شفنا من وراهم للمشاكل. لا تحاتي خلا علي. ما ادري هذا تلو ولا للحين. من هو؟ منو غيره؟ ملعون الخير راعي شركه الحراسه. ما مدى شال الكاميرات الا بالليل مبقنا. يعني ايش دراكم من هو اللي بايق؟ ما حد كثر حافظ مداخل البيت ودارسها عدل الا هو. بس ما توصل فينا يبوك. نيره حنا متاكدين من هالشيء. عمي النيه مبيته، والدليل على هذا يا شال الكاميرات كلهم. ما في شك النيه مبيته مبيته. انت عبد الرحمن عبد السلام؟ اي نعم. تفضل معي المخفر. عسى ما شاء الله. تفضل معي المخفر وان شاء الله تعرف هناك. شكرا. تفضل.